هلو، وش رايكم يا جو الخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير مليار كما العاده. لبالكم شكون معاكم؟ اللي ما يعرفنيش كاع، انا سي دي فازيون. خاطر كاين بزاف مشتركين جدد، نقول لكم كاع مرحبا بكم، راكم ويلكم، راكم بيانفوني في هذه القناه تاعنا، القناه عائليه كما راكم تشوفوا، كاع اللي تختص في كلش. الحمد لله وشكر لله. واش حبيت نقول لكم اليوم؟ حبيت نوريكم واحد البلدان اللي فيهم، كاين بزاف الناس يقولوا لي وشنو هي البلدان المليحه للخدمه. على بالك بلي الاراء تاع الناس كل واحد واش يقول لك، يقول لك روح منا، كاين واحد اللي يقول لك روح منا، كاين اللي يقول لك نحب انا بريطانيا، كاين اللي يقول لك نحب امريكا، كاين اللي الاراء. واش حبيت ندير لكم؟ حبيت ندير لكم واحد الفيديو نوري لكم فيه السالير مينيموم، يعني اجر اخفض، اجر الاجر الاخفض، الله ما بالك فاش يقولوا. المهم سالير مينيمو انتر بروفيسيونال راح نوريه لكم، راح ندخل لكم دوكا لورديناتور ونعت لكم، نعت لكم في كل بلاد شحال عندهم السالير تاعهم، ومن هكذاك تقدر تدي فكره، تخير البلاد، تخير المناخ، تخير اللغه، بزاف امور باش تستقر في بلاد اللي راك حاب تحوس عليه خدمه. خليني نديكم يلا. ومرحبا بكم كما قلت لكم قبيله. والله هاوليك السيت اللي حاب يدخل له، راكم تشوفوا هذا هو السيت. هنايا راح نقول لكم البلدان اللي مليحه، اللي يخلصوا مليح. حبيت نقول لكم هذه هي البلدان اللي يخلصوا مليح كاع في العالم. نبداو في القاره تاعنا، القاره الافريقيه. نقول لكم بلي ما كاين حتى بلاد مليحه، كاين غير بلادك. يعني اذا راك في بلادك وخدام في بلادك هي البلاد المليحه كاع، هذا اذا كان بلادك لافريكا. شوفوا نبداو بالجزائر. هاي الجزائر، شوفوا 173 اورو في الشهر، هذا السالير مينيمو، هذا اللي يخدموا في الدوله واطار، ماشي اطارات كيفاش يقولوا، لي فونكسيونير. هاي والله هادو هما لي فونكسيونير، هذا هو السالير مينيمو تاعهم 173 في الجزائر. اللي يخدم في الدلاله يجيب، انا هضر لكم زمان، زمان كي كانت الدلاله كاع كان واد كنيس، وكانت الحراش، وكان الديكانز، كان واحد يجيب 5 خطرات ولا 7 خطرات الصالير هذا. على بيها الصالير هادو ما نديرش عليهم كاع اساس، ما عندهمش اساس صحاب. المهم بصح اللي يخدم في الدوله عندهم اساس. هاولي كيما راكم تشوفوا، هذا في الجزائر قلت لكم 173، جيراننا المغاربه 210. بصح نقدر نقول لكم باللي 173 تاع الجزائر لو كانت كونفرتيها في الحقيقة في السوق الحقيقية تولي أكثر من 209 210، خاطر الجزائر رخيصة بزاف، من فيها بزاف حوايج مدعومة، مدعومة كاين حوايج رخاص بزاف على المغرب. أنا اللي قعدت فيهم وقت، المغرب قعدت فيها وقت، على بالي بلي واحد لازم لك واحد 300 أورو باش تكون واحد 100 170 ولا 180 أورو. تونس، جيراننا في تونس هايليك 133، مصر 80 يورو في الشهر. نشفى لهم بكري كانوا 40 ولا 30 اورو بكري. يعني نقول لكم 2006، 2006 كانت عندهم الصالير تاعهم مينيمول. البوليس كان يخلص في مصر في 2006 كان يخلص 30 40 اورو في الشهر. نهبطوا شويه لتحت، موريتانيا هاملك 80 يورو كيما مصر، هذا غانا 50 ولا 60 يورو الصالير تاعهم. نيجيريا مع العلم هذا بلاد مرفه بزاف فيها البترول وكاع، راكو تشوفوا الصالير تاعو مهلوك كاع، ما وصلش من فالت 90 دولار 90 اورو. سود افريك 220، بوتسوانا 76، خسارة واحد يقولها بصح. راكو تشوفوا سود افريك هنايا الصالير تاعهم 220 اورو، واحد من البلدان المزدهرة بزاف في افريقيا. كينيا 120، 122، هذه اوغندا عندهم الصالير تاعهم كيما قلت لكم كيما مختلف كاع. الصالير تاعهم هنا في اوغندا اورو و70، ما على باش اذا صح هذا ولا ماشي صح، هذا لازم نحوس عليه ونشوفوه واش يقولوا هنايا. نو اي كامبيو، صبروا تشوفوا، ما بدلوش الصالير في اوغندا من 2013. و اورو 70 في الشهر معناها 20 اورو في الشهر يربحوا في اوغندا،
20 اورو تنين دون كوينتا سيكون 12، يخلصوهم 12 مرة. علاش يقولوا خلصوا 12 مرة؟ خاطر كاين بلدان كيما اسبانيا يخلصوا 14 مرة. اسبانيا في شهر ديسمبر مثلا يخلص 1000 اورو، في شهر ديسمبر يقبض 2000 يورو، واللي وشهر جوان ولا جويي يخلص كيف كيف، يخلص اللي يخلص 1000 يعطوا له 2000، يعني يحسبوها 14 مرة. ماشي كاع الشركات يديروها، بصح أغلبية الشركات خاصة اللي يخدموا في شركات ملاح كاع يخلصوا 14 خطرة. واش تاني حابين نقول لكم، في فرنسا كاين نعرف شركات اللي يخلصوا فيهم 13 مرة، بصح الأغلبية هما 12. المهم نكملوا. هاو الصالير تاعهم يقول لك باللي 6000 جنيه أوغانديس، هذا معناها أباش، هذا واش معناها؟ معناها أورو زعما، صح؟ هذا معناها أورو وسبعين ولا هاوليك زاد طاح كاع، أو دوكا أورو وربعين. هاوليك يخلصوا كاش 20 أورو في الشهر، ما باش هاكو تشوفو هادو نورمالمون يكون صح. خلونا ندخلو دوكا لآسيا. أي والله نروحو لآسيا. هاو ليك البلدان هادو باينين في آسيا. الروس، الروس النيفو دفي تاعهم طايح بزاف تانيك، هاكو تشوفو 76، ما يوصلوش 80 يورو. بوم اوكرانيا كيف كيف 70 يورو في اوكرانيا. هذه مولدوفيا، مولدافيا، مولدافيا جاي قدام رومانيا، هذه يخلصوا كيف كيف 50 يورو. تان 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 جيورجيا واحد 10 اورو في شهر. هذا كازاخستان كاش 94، 94 اورو. واش تاني كاين؟ جورجيا، جورجيا اندهشت كيفاش جورجيا خلصوا قل من 10 دولار، 10 دولار في الشهر. هايليك هذا اذربيجان بلاد معمر مرفه بالبترول والغاز، معمر بالغاز، تما تلقاو كل حفرة فيها غاز. شوفوا السالير تاعهم هو 70، 70 دولار تاعهم، 70 اورو بي بري. هاي لك الايران واحد 240. نجوزو لهنا واش كاين؟ كاين باكستان 80، 80 يورو. الهند 40، اوبا تايلاند واحد 200، الشينوا 170 اورو. هادو هما البلدان شويه متقدمه اللي يخلصوا مليح. في اسيا يكون اليابان قريب 1000 اورو، وكوريا تاني قريب 1000 اورو كيما راكم تشوفوا لهنا، يا هاي 1000 و 165 اورو. هذه بلاد، هذه يا واش من بلاد هذه؟ تايوان 500 اورو. نيفو في تاعهم طالع تايوان، هذا على الصين، طالع على الصين. نكملوا لهنايا، نكملوا نهبطوا لها لتحت. ماليزيا 200، فيلبين 200. والله عم بث لي هادو عم بث لي الصالير تاعهم كان 1000 اورو. هادو ماليزيا عم بث لي كان نيفو دفي تاعهم طالع بزاف. اندونيسيا 100 اورو كيما راكم تشوفوا لهنايا، راهو باين كلش. هاي نيوزيلاند هادي بعيدة على العالم كاع، 1700 قريب 1700 اورو. هادو ما قريب 2000 اورو في استراليا، راكم تشوفوا طالع النيفو دفي تاعهم بزاف. هادو هما كاع اللي متوفر عندهم الحياة، الحياة مليحة عندهم هادو، مال أستراليا ونيوزيلاند، اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان شوية. من نروحو لهاد البلدان اللي كاين هنايا، عمان، عمان قريب 700 أورو، النيفو دو في تاعهم طالعة. عمان، سلطنة عمان، السعودية كيف كيف 600. واش كاين تانيك؟ 1300 هنا في فلسطين، 1300 أورو. بوم. وهذا هي الكويت، الكويت هكذا طايح النيفو دفي تاعهم، با 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 160، 160 يورو في الكويت. نروحوا للجزر، هذه هي الجزر شبر، هذه هي 870. الترك راكو تشوفوا لهنا 450 اورو، ماهوش طالع بزاف، ماشي بالنسبه للجيران تاعهم طالع بصح الاقتصاد تاعهم واحد من الاقوى الاقتصادات التركه. هاي ليك بلغاريا كيما راهو باين هنايا 260، 600 و هادي 680. اليونان، البانيا 180 يورو، ريبوبليك ماسيدونيا 240،
صربيا 280، هنايا هاد البلقان هادوما، كرواتيا 460، هادو هما كرواتيا والتورك كيف كيف هابيوري. ومن بعد واش كاين هنايا؟ لا هونغري كاين 440، رومانيا 400. رومانيا نشفى لها كي كانت 105 سنين لور، غير دخلت في الاتحاد الاوروبي جابوا بزاف الرومان اللي هاجروا في اوروبا، كاع جابوا بزاف دراهم، زادوا طلعوا النيفو دو في تاعهم. هاي 400 اورو، كانت 160 150 اورو. هادي وشنو هادي؟ سلوفاكيا 480، ريبوبليك تشيك هي 480 كيف كيف، بولاند 500، ليتوانيا استونيا، هادو قاع ما بين 400 و 500 كيما راكم تشوفوا لهنايا. وشنو هادي؟ هادي سلوفينيا 840، سلوفينيا 840. دوكا نبداو والبرتغال، البرتغال 680 ابيبري، 680. اسبانيا 860 اورو في شهر، وهذه فرنسا 1500 في فرنسا، 1500 في المانيا، 1600 في هولندا، 1550 ابيبري في بلجيكا. اصبروا تشوفون زين نحكم لكم واحد البلاد، اوب شوفوا اذا قدرت نحكمها، صغيرة بزاف هاد البلاد هنايا. ليكسمبورغ كيما راكم تشوفوا لهنا، ليكسمبورغ قريب 2000 كيما الاسترالي، قريب 2000 يورو في الشهر كيما الاسترالي كيف كيف. ومن بعد تيجي عندنا لا جرون بريطاني، هنايا فيها 1500 اورو، اقل من فرنسا، اقل من فرنسا. وعندنا هذه ايرلندا، ايرلندا 1600، 1600. ومع كاين هاد الدول هادو ما على باليش علاش ما داروهمش، مثلا سويد ما عندهمش سالير مينيموم، بصح على بالي بلي يخلصوا حوالي 2000 و 2600 2000 وهكذاك، السالير مينيموم تاعهم طالع بزاف، النيفو دو في تاعهم هذا. نروحوا للقارة الأمريكية، نروحوا مادام اوبا يطاحوا لي نوادر، مادام رانا في هذه البلدان الغنية الأوروبية، نروحوا ديريكت لكندا، والسالير تاعهم 1300 قريب 1300. الماريكان 1100 على بالي، غير كيما كنت في الماريكان الصالة تاعهم بالدولار كان 1200، 1200 دولار كندي. دوكا نبداو نهبطوا للبلدان المتدهورة شوية، هذا تاع أمريكا اللاتينية شوية الوضع تاعها ماشي مليح. هامليك الريبوبليك دومينيكان كيما باين هنايا 130، المكسيك 95، هندوراس 250، غواتيمالا 230، سلفادور 150، نيكاراغوا 100 اورو. هادو كاع ما يصلحوش، كاين غير بورتوريكو اللي هنايا اللي يصلح بالك يكون الصالير تاعهم 1000 وشوية. هامليك الباهاماس 400 اورو، اصبر تشوفو نسيت نحكم هاد الجزر هنايا ما قدرتش نحكمهم. فينزويلا 525 طالعة، وهذه كوستاريكا، كوستاريكا قريب 400، بنما 270، 280 قول 280، كولومبيا 230، الإكوادور 240، 200 هادو قاع 200 200 200 بلدان العالم الثالث هادو ما قاع. الأوروغواي الباراغواي هادو هما 300 300، كاين المكس الأرجنتين 400، وهادو هما 300. هاكو تشوفوا يعني البلدان العالم الثالث قاع الصالير تاعهم متراوح بين 100 200 300 400 500 اورو كل واحد. هذا الصالير مينيموم، ما يعني ما يقدرش واحد يخلص قل من هذايا من تما. ومن بعد يبداو الاطارات المحامين والطبه وهادو قاع يخلصوا حوايج واحد اخرين، حوايج خلاف يعني. هنايا قاع واش نستنتجو؟ العالم قاع راهو هنايا في امريكان وكندا اوروبا شويه الميدل ايست، وهنايا كاين الاسترالي نيوزيلاند اليابان وكوري دي سود، سينو الباقي الصالة تاعهم شويه هابط. خاطرك
كما قال لي واحد مثلا في الجزائر يكون يقدر يخلص اللي يخدم اللي يخدم بيلوت يخلص مثلا 120 مليون، بصح هذا يشوفوه للصالح الجزائري. ممكن البيلوت اللي يكون يخدم في فرنسا ولا في ألمانيا يخلص ممكن 4 ولا 5 مرات أكثر، يعني صالير كل بلاد والصالير تاعو. هذا ما كان حبيت برك نتقاسم معكم هاد التجربة، دوك نعاود نخرج لكم لهيك ونشوفكم. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو كيما راكم شفتوا واش وريت لكم. شوفوا واش جبت معايا. ما تريح والو بلاستيك، هذه في خاطركم كاع وردة. ممكن مادام ما كانش وردة لهنايا قلت نعطيكم هذه الوردة، هذه ليكم، نحبكم كاع كيما راكم. شبعونا باللايك والكومنتار، خلونا نوصلوا هذا الفيديو ل1000 لايك. نقدروا نوصلوا ل1000 لايك زعما ولا ما نقدروش؟ تشالنج، راني ندير لكم تشالنج. هذه ليكم، تحية ليكم، سلام عليكم.